بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرى تحواتين حتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتي مالت مس توحيد تتحاز قدايات حدا انتايز بالحتولو، ما شروط قبول العمل حدا سب حدا سرح حدا تكبر سناي زقوني سريحو أبقى مربي تقبالنا نخركب انتاي قد ما كنت كمال اللو له شروط ثلاثة سلست نقرات كمال اللو حدد سرحكي أبرب سبحانه وتعالى تقبالنا نخركب. قدامي الإيمان بالله وتوحيده فلا يقبل العمل من الشرك. تدسر حسب سناي قبري أماني كونا اللو كاب شرك زر حق خونا له بتوحيدنا رب سبحانه وتعالى ز آمنن ز تكبرن خونا له انت دا وحدانية يعني رب سبحانه وتعالى له خينو سناي قبر تاد سرحو رب سبحانه وتعالى يقبل له مهناتو كاب شرك زر حق نرب سبحانه وتعالى سلز عبد قدام أي زي مالتيو. قال أي الإخلاص بأن يبتغي بهذا العمل وجه الله. إخلاص كله له حد تكبر مالت كاب كالي فطور تقمي دليخا زي كونه لا لله الكاخت سرحون كل حدا تكبر ربخ فوت ولي ربخ ردي اللي الكاخت سرحون كل خا انت داخوينو ازد ماني تقبل نتركب قال اي قد مخونت مالتيو. سالساي المتابعة بأن يكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اقري اقرينا يا رسول صلى الله عليه وسلم تختيل كاد تسرحك خونا له بمعنى رسول صلى الله عليه وسلم زمصون زشرعون بوخت كيد لك كابوت انت دا خوينو بنات كاس معيت دسيلو كعبادات تقبر انت دا خوينك موت ازاز ني ربي تزاز ني رسول صلى الله عليه وسلم زي بولون انت خوينو تقبلنت يبولون اذا باري اذا سلسته قدم كنت انت دا اماليو خون يكون سناي قبري اب قدم ربي تقبلنت يركب مالتيو بزي ندمدم تحستنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.